أب احترافي معايا بقاله 12 سنة، وعندي خطية مش عارفة أتكلم معاه فيها. يعني إحنا اللي يهمنا التوبة عنها. أرجوكم إذا أخطأ الإنسان وتاب هنسأله كل خطاياه، في بره الذي فعله مؤخرا يؤخذ كل شره لا يحسب له. يتوب الإنسان عن غلطه، وأنا أقول لك الله يحلك، ما تقولهاش ولا حاجة، بس أهم ما ترجع لهاش تاني، ما تتكررش. ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. أنا شاب في سن 40 من العمر، بحاول أعيش كويس بنعمة ربنا، ولكن أحيانا بسقط كيف أعيش حياة الطهارة. بص يا أولاد، كل الإنسان ما بيكون فكره طاهر كله بيكون لأن جسده طاهر، ومداخل الفكر هي البصر والسمع. لما الإنسان يخلي سمعه طاهر وبصره طاهر، جسده هيبقى طاهر. ما تخليش الحاجات اللي بتخش غز فكرك من جوه حاجات تضرك، ما ينفعش. الصديق يرى الشر فيتوارى، والكتاب بيعلمنا امنع أسباب الخطية، ما تقعش في الخطية. يقول لك كده سمعتم، لا تقتلك، لا تغضب على أخيك باطل، مش تتلش وبس، لا ما تغضبش. سمعت أقول لكم لا تزنوا، لكم من نظم رأي شيئا كزنا في قلب، ما تشتهيش. بيمنع الطريق على الشيطان. الشهوة تقود لزنا، ما تشتهيش. الغضب يقود لقتل، ما تغضبش. فاقطع الطريق على الشيطان. عاوز تعيش صح، خلي مداخلك فكرك وبصرك ما يخشهمش حاجة وحشة، واقطع الطريق على الشيطان. يمنع أسباب الخطية، ما تقعش في الخطية. صدقنا ربنا هيسندك ويقويك، وهتمشي صح، هتمشي صح. وكل انسان ما بيقرب لا محاله، الله ما بيسيبش اولاده لكم، الله بيحبهم. لو كان ادم وحواء ما اخطاوش، ايه اللي كان هيحصل؟ ما كانش فيه اوجاع الولاده. هو بالفعل، وهو لو ادم وحواء ما اخطاوش هتنوم في الفردوس، وبزيهم زي الملائكه، وهم قعدوا فتره طويله قبل السقوط، فترة طويلة قبل السقوط. إنما كل شيء بترتيب من السماء. ربنا شايف بعلمه السابق إن هيجي الوقت اللي هم يغلطوا فيه وهتكون فيه عقوبة، بس ده مش المهم بالنسبة لنا. المهم بالنسبة لنا إن إحنا نجتهد وندخل من الباب الضيق ونكون مع المسيح في الفردوس. إنما ودايما بقولها لكل الناس، الزمن ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي مش هرجعه، يعني آدم وحواء مش هيرجعوا خلاص. والمستقبل في إيد ربنا، دائما مجهول، لو فكر فيه هفقد سلامي، فأسيب. دائما المجهول بيخوف، فأنا بسيب المستقبل على إيد ربنا، هو اللي يدبره واختار الصالح ليا. والحاضر اللي أنا فيه برد ربنا فيه، أرض ربنا فيه، أمشي صح، أفرح برب فيه، أفرح بالرب، أعيش صح. دائما الإنسان ماشي مع ربنا فرحان وسعيد، وطول ما أنت ماشي مع ربنا يديك فرح ويديك سلام مهما كانت الضيقات.